بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل. اعتذر عن كون ان البرنامج ما يسجل اكثر من 10 دقائق. راح نكمل شلون يجينا السؤال وين بالفاينل. مثل ما قلنا، ما تعطيني الاحداثيات، مثلا تقول لي اكس ويندو مينيموم او الاكس ويندو ماكسيموم، تعطيني قيمهم بصوره بشكل صريح، او لا تذكر بالسؤال تقول لي بهاي شنو الاشياء الاروعه، تقول لي ويندو coordinates lower left corner. زين، نسينا شغلة قبل لا نشرح هاي، انه دائما شنو بالنسبة للفيو عادة او غالبا او كثيرا ما تكون شنو تعطيني مثلا النقاط الاكس ويندو مينيموم والاكس ويندو ماكسيموم والواي ويندو مينيموم والواي ويندو ماكسيموم، تعطيني شنو اعداد صحيحة، بينما بالفيو تعطيني اعداد شنو كسرية. زين، الملاحظة خلصنا منها. سنجي نكمل. زين، الويندو يعني احداثيات الويندو، كوردينايتيز يعني احداثيات الويندو شنو لور ليفت كورنر. زين، لور ليفت يعني بيها هنا شنو نقطة اكس وواي. زين، هنا الاكس والواي ماكسيموم لو مينيموم، هنا هم قالت ابر رايت، ابر رايت كورنر، ايضا النقطه هي اكس واي، هل هي مينيمم او ماكسيمم؟ راح نحكي عليها، راح نحكي عليها هسه حاليا. الفيو كوردينايتيز نفس الحاله، احداثيات الفيو، وطتني لور ليفت كورنر وابر رايت كورنر، وطتني نقطتين بي اكس واي، يا هو المينيمم يا هو الماكسيمم، راح نحكي عليها بالرسمه. زين، نجي على الرسمه، انه مثلا عندي ايش قالت لي، مثلا ناخذ الفيو، قالت لي فيو coordinates upper، ايش قالت لي upper right corner. لو نجي على الابر اللي عندي الفي الواي في ماكس والاكس في ماكس، لو نوصل بناتهن نقطة التقاطع راح تمثل النقطة هاي، من مثلت هاي النقطة صارت لهنا هي upper وبيان بجهة الرايت، اذا هاي شنو تمثل؟ اذا اعطتنا هاي النقطة وقالت لي upper right كورنر، فتمثل شنو x v max y v max، يعني تمثل الماكس. شو وقت تمثل الفي؟ اذا تقول لي فيو كوردينايتيز، انه النقطه في مينيمم وفي ماكسيمم بالنسبه لنا للاكس والواي، كذلك اذا نوصل بيناتهم خط نقطه التقاطع تمثل النقطه هاي، النقطه وين واقعه؟ واقعه باتجاه شنو اللور ليفت كورنر، صار وين باتجاه اليسار، وين بالاسفل لور. زين، وكذلك بالنسبه لمن للفيو كمل. زين، اذا كلمه لور يعني مينيمم، يعني اكس مينيمم واي مينيمم، وابر هي ماكسيمم، اكس ماكسيمم واي ماكسيمم. زين، ناخذ لنا مثال، قالت لي ويندو كورتينايتيز وذاكرت لي اذا شنو ويندو لور، اذا اللور ايش قلنا مينيمم، اذا هذا اكس ويندو مينيمم، وهذا الواي يصير واي ويندو مينيمم، هنا الابر يصير اكس ويندو ماكسيمم، هنا واي ويندو ماكسيمم. نفس الحاله بالنسبه للفيو، قلت لي وذ ذا بوينت 2 ب 4 ان ويندو، ان ويندو يعني هاي النقطه وين موجوده؟ احداثيات الويندو بالعالم الحقيقي. فايند ذا بوينت ان ذا فيو، العالم الافتراضي، جد النقطة في العالم الافتراضي. زين، هاي المثال بسيط، مرات شنو هاي ما تجيب لي نقطة واحدة، تجيب لي 3 نقاط أو أكثر، أو تجيب لي ترسم لي الشكل وأنا أطلع نقاط وأشتغل عليها. هاي بس مجرد مثال نقطة واحدة حتى للتوضيح. أول ما أجي للسؤالي أبدي أحط شنو معطيات السؤال، معطيات السؤال الموجودة عندي، لأن هذني بالنسبة لمن؟ ال x window نوبل الفيو والنوبل البوينت، هذا انه موعد اشكال بيهن. ولاحظنا انه شنو مثلا بال، لو نجي شوي نصعد، لاحظنا بالفيو شنو العبارة عن نقاط، شنو اعداد كسرية، كثيرا ما تجي اعداد كسرية، والويندو كل اعداد شنو حقيقية. زين، هنا x window تساوي 2 وواي ويندو تساوي 4، منين خدناها؟ قال لي البوينت ان ويندو، هاي البوينت وين موجوده؟ بالويندو، ف
سويناه. زين نجي قال لي احسب النقطة بالنسبة لمن؟ وين؟ بالفيو. الفيو هذا قانون الفيو اكس، لان النقطة قلنا عبارة عن اكس وواي، اذا اكس للفي وواي كذلك للفي. زين لو نجي قانون ايش يحتاج؟ سكيل الاكس وسكيل الواي اللي هو مقدار شنو؟ السكيل مقدار تصغير. اجت سكيل الاكس قلنا بالنسبة للسكيل اكس وسكيل واي ونسبة، نسبة وتناسب، نسبة الصغير على الكبير. بما انه اكس اذا اكس في، الفي هو الصغير، في ماكس ناقص في مينيمم، ويندو ماكس ناقص ويندو مينيمم، حطيناها عوضناها طلعنا الحل، عوضنا بالقانون طلع الناتج هو لاحظ 0.2 و0.3. اذا حل شنو صحيح؟ لان ايش قلنا؟ قلنا بنرد حول من العالم الحقيقي الى العالم الافتراضي، ايش راح يصير؟ ايش راح يصير بالرسمه؟ تصغر. اذا بما ان السكيل الاكس والسكيل الواي اقل من الواحد، اذا الرسم صحيح راح يصغر، راح يقل الرسم فبالتالي راح يصغر. طلعناهن ومجرد عوضنا بالقانون اكس في مينيمم هاي قيمتها، قيمتها بالموجودة هنا x في مينيمم اللي هو مقدار 0.1 زائد شقد x x window اللي هو مقدار شقد x window 2 ناقص x window مينيمم x window مينيمم شقد مقداره 1 في scale x اللي هو 0.2. طلعت انا دائما حتى تميز حلي عن بقية النقاط اكس في المن للثنين، الثنين هاي هي ثنين تمثل لي اكس ويندو، الاكس ويندو اللي مقدارها اثنين، كذلك بالنسبة لواي يصير واي في المن الواي ويندو حطينا انا. زين هاي اذا كان نقطة واحدة، اذا كانت اكثر من نقطة او شكل مطيتنا اكثر من نقطة بي، فراح يتكرر الحكي نفسي بالضبط، وراح احسب شنو سكيل السكيل اكس والسكيل واي ثابتات بكل جميع النقاط، بس هذا القانون شنو يتكرر باكثر من مره. زين القانون انا بالامتحان كل ساعه وارجع اعيده انه نقول لا، مجرد كتبوا بدايه يعني ورا ما تكتبون تحددون النقاط ذني ليش حددناها؟ هل من الضروري؟ لا مو ليس من الضروري، لكن من انت تكتبون حتى لا تخطئون وترجعون للورقه وتروحون على غير سؤال، انتوا كتبوهن وخلصوا من يمه وطلعوا السكيل اكس والسكيل واي، خلصوا من يمه كتبوا القانونين هذني، هذا القانون وبعد هذا القانون، وبعدين مباشرة طبقون، ما داعي ترجعون تكتبون ال هذني شنو مرة ثانية وثالثة ولا آخرة. هذا بالنسبة لمن؟ الموضوع الويندو تو فيو بورت. راح نكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة.